صباح الخير، صباح الفل على كل الساده المشاهدين اللي صاحيين بدري بيتفرجوا علينا النهارده. هنكون معاكم على الهواء من الساعه 9 للساعه 11 النهارده 1 مايو 2018. كل سنه وانتي طيبه يا مي. كل سنه وانتي طيبه يا ريم. ويعني النهارده كالعاده هنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره من 9 ل 11 صباحا. صحيح الناس اجازه النهارده غالبا وقاعدين في البيوت، ففي فرصه اكتر ان انتوا تشوفونا. ومره ثانيه كل سنه وكل عام ما عدا انا وانتي، احنا مش قاعدين في البيت، هنشوف القاعده بالليل. نقعد في البيت بالليل. احنا عندنا مجموعه يعني مختلفه من الفقرات النهارده. يمكن هنبتديها بمي فقره الصحافه الصبح. هنبتدي بمتابعه معظم الاخبار المحليه والدوليه. هيكون معانا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ مروان يونس. ايضا هيكون في ضيافتي المستشار الدكتور عفت جوهر، وهو مدير عام الاداره العامه للتعليم الفندقي والخبير في التعليم الفني، وهنتكلم عن التعليم الفني المهني والفني ودوره في الارتقاء بالعامل المصري. دايما في نهارك سعيد بنتابع معاكم كل الاصدارات الحديثه من الكتب والروايات. النهارده هنتكلم عن روايه جديده، وهي روايه كتالوج شاندلر. ده مصعد صح؟ دي مصاعد بتهيألي. اعتقد ان شاندلر ده كان راجل عايش في المانيا، هو راجل عامل، رجل اعمال. لا مش عامل، كان عامل، او كان عامل، رجل اعمال الماني، وهو اللي عمل فعلا مصاعد شاندلر. الروايه يعني عشان ما اتكلمش عنها كتير، هي بتتكلم عن عمال المصاعد، ولكن هتكلم عنها بالتفصيل وعن الفصول الخاصه بالروايه مع الكاتب عمرو العدلي. ايضا هيكون في ضيافتي استاذ طارق مرتضى، وهو الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي لنقابه الموسيقيين، وهنتكلم عن اغاني العمال فعلا. بما اننا يوم عيد العمال، وبما ان من يومين كان في احتفاليه حضرها السيد الرئيس، وحضرها كمان عدد كبير من رجال الدوله، ومن المرات اللي مش كتيرة اللي بيشارك فيها رجال الدولة في احتفال العمال. النهاردة أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال هيكلمنا عن آخر احتفال وإيه اللي تم فيه، وهيكلمنا كمان عن مشاكل العمال وعن أكتر المطالب الخاصة بيهم خصوصا السنتين ثلاثة اللي فاتوا، وهنشوف هيحاولوا في الفترة اللي جاية يحلوها إزاي. ده كان عرض سريع لكل فقراتنا النهاردة. هنطلع لفاصل وهترجع لكم مي وفقرة الصحافة.